بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله التيراميسو. عندنا 3 اصفر بيض، هنحط عليهم نص كوباية سكر وهنقلب. وبعد كده عندنا حلة أو برادة هنحط فيها شوية مية على النار لحد ما تبدأ تسخن معانا، وهنحط صفار البيض فوق الحلة أو البراد ونبدأ نقلب لحد ما لونه يفتح معانا. وأول ما لونه يبدأ يفتح معانا هنضيف معلقة كبيرة حليب ونقلب، وهنضيف نص معلقة صغيرة فانيليا. وخلاص ضربنا صفار البيض حوالي 5 دقايق علشان ما يبقاش ناي معانا في الكريمة. وبعد كده هنضيف 8 قطع جبنة كيري ومعلقة كبيرة جبنة ريكوتا اللي هي جبنة القريش، وهي المفروض تتعمل بجبنة مسكربوني، بس الجبنة المسكربوني غالية جدا ومش متوفرة، فاحنا بنعمل بديل. وهنقلب كويس الخليط مع بعضه. وخلاص كده خليط الجبنة جاهز معانا. وبعد كده عندنا نص كوباية كريمة لباني اللي هي كريمة الخفق، وتكون مثلجة معانا، وهنبدأ نضربها بالمضرب الكهرباء لحد ما تاخد قوام. خلاص كده الكريمة تقلت معانا. وبعد كده هنضيف خليط الجبنة على الكريمة وهنقلب بالراحة. وخلاص كده بقى جاهز معانا. وبعد كده عندنا القهوة الاسبريسو، دول كوباية ونص مية، تكون مية سخنة، عليهم معلقتين كبار قهوة اسبريسو ومعلقتين صغيرين سكر، وهنقلبهم كويس مع بعض وهنسيبها لحد ما تبرد شوية. وعندنا الليدي فينجر او صوابع الست، ودي بتتباع جاهزة في السوبر ماركت او ممكن نعملها. وهنجيب قالب بلاستيك او بايركس على حسب ما احنا عايزين يكون مستطيل، وهنبدأ نسقي الليدي فينجر في القهوة يدوبك بس كده ثواني، وهنشيلها على طول وهنرصها في القالب كويس كده، ولو في حتة ناقصة هنكسر حتة نحطها فيها. بعد كده هنحط نص الخليط بتاع الكريمة ونحرك الكريمة كويس عشان تتوزع معانا، وهنرش رشة كاكاو باودر. وبعد كده هنبدأ نرص الطبقة التانية من الليدي فينجر بنفس الطريقة. وبعد كده هنغطيه بنص الكريمة التاني، وهنغطي القالب بالنايلون وهندخله التلاجة على الأقل 12 ساعة. وخلاص كده التيراميسو ماسك معانا كويس جدا. هنديله رشة كاكاو باودر على الوش. وبعد كده نقطعه قطع بالحجم اللي احنا عايزينه ونقدمه. جربوه وان شاء الله يعجبكم.